ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. بعد التحية دكتور، يعني منظمة الصحة العالمية تطلق تحذيرا أحمر لصحة الأطفال، وكذلك بعد رصد أكبر تراجع مستمر في معدلات التطعيمات للمرة الأولى منذ 3 عقود، وذلك بسبب تفشي وباء كورونا. ما تعليق حضرتك؟ نعم، مساء الخير للجميع. بالنسبة للوضع الكورونا فيروس عالميا، اليوم احنا بنقدر نتكلم عن الانتشار تقريبا من أسابيع بارتفاع، خصوصا في كثير من الدول. اليوم وصلنا لأمريكا، فرنسا، إيطاليا، أول 3 دول مرتفع فيها الإصابات. 50% من المصابين عالميا مصابين في متحور أوميكرون خمسي. في للأسف تراجع فترة المناعة بالنسبة لمقاومة المتحورات الجديدة، وخصوصا المتحورة الهندية، لأنه التغير اللي بيصير فيه انه بتتغير ولا تعترف في المناعه عشان مقاومه كورونا فيروس. عشان هيك في كثير من الدول بدات تتكلم عن الجرعه الرابعه، مثل ايطاليا، خصوصا للجيل ازيد من 60 سنه او العاملين في مجال الصحه او الاطفال او المسلمين اللي عندهم امراض خطيره. عشان هيك حسب رايي لازم نستمر بالنصائح والارشادات، مع انه في نفس الوقت لا تسبب اعراض خطيره، لا تسبب التوفي. 98% من اللي بتوفوا في ايطاليا يتوفون وهم مع التطعيم، بس لاسباب امراض مسنين اخرى. هذا يشير انه الفيروس لا يدخل الى الرئتين مثل المرحله الاولى والمرحلة الثانية، لا يسبب أعراض خطيرة، بس تقريبا 10 مرات أزيد قوة بالانتشار. يعني إذن هو أكثر انتشارا ولكنه أقل في الأعراض ونسبة الوفيات. ولكن هناك علماء في الولايات المتحدة حذروا من متحور جديد لفيروس كورونا يشبه متحور أوميكرون، وتم رصد حالات من هذا المتحور في 3 ولايات أمريكية ومن بينهم كاليفورنيا. برأيك هل يمكن أن تضع اللقاحات نهاية لهذا المتحور الجديد من فيروس كورونا؟ احنا حسب رايي داخلين في الموجة السادسة والموجة السابعة، ولا بد ان لازم نتوصل الى لقاح اللي هو يغطى اخر لقاح اللي يقاوم جميع المتحورات، زي ما بنعمل سنويا مع مرض الانفلونزا، لانه اخر متحور مهم في العالم هو متحور اوميكرون. في عندنا 61 طفرة داخل المتحور أوميكرون، والأغلبية هي المتحور 5 لأوميكرون. عشان هيك في العالم احنا بحاجة لتطعيم، وخصوصا للمسنين، الذين يعملون في مجال الصحة، عشان تطعيم اللي يقاوم جميع هاي المتحورات أو الطفرات داخل هاي المتحورات التي تستطيع الهروب من اللقاح. لأنه اللقاحات اللي شفناها في الأشهر أو السنين السابقة حسب رأي المناعة خفت كثير وغير قوية لمقاومة الأعراض الخطيرة حاليا، وده في هاي المتحورات. عشان هيك بحاجة إحنا للقاحات بالفعل لتحديم او الحد من الاثار او الاعراض لهذا الفيروس. شكرا جزيلا لك الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، كنت معنا عبر الهاتف.